سور القرآن. سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة فاطر. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 35 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت بفاطر ذكر هذا الاسم الجليل في أولى آياتها. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 43 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 45، عدد الكلمات 870، عدد الحروف 59,103,000. المحكم والمنسوخ من آياتها. الآيات المحكمة 45، الآيات المنسوخة لا توجد. مواضيعها. تعرض السورة الغرض العام من رسالة كل رسول بتثبيت القضايا الكبرى للعقيدة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل. ابتدأت بالتذكير بنعم الله على عباده ودعوة الإنسان ليتأمل في الكون، يوقن بالله والبعث والنشور. نوهت بفضل المؤمنين ونددت بالكافرين، وضربت الأمثلة على عظمة الله سبحانه وتعالى. تحدثت عن تشريف الأمة المحمدية برسالة الإسلام والقرآن الكريم. ذكرت انقسام العباد إلى 3 أصناف: المقصر والمقتصد والسابق في الخيرات. وختمت بتقريع المشركين على عبادتهم للأوثان وعنادهم ومكابرتهم وتذكيرهم أن الله تعالى يمهل ولا يهمل.